خلينا نقول ان هي مفيده اريا البنت دي انا كانها اريا ان انا اتحكم وانا بحبش اتحكم من حد وعايز اصلح الحلقه بتاعي على الاغنياء، وانا شايفه ان الناس هي اللي تنمرت عليها، هي من حقها تكتب تسخر تحلم ايا ما كان، زي ما بقول لك لحظه لا. الكتابه انت بتبقي منفصله، انا مش ما من ينفعش حقي لحد اسخر بيكتب اكتبي. اقول له انت ليه كتبت لا يا كده وما سمية، لا كتبتش يا كده، سمية، لا انا ما يعني اقدرش اقول لك، انا حريته ما في بقولهاش ما الكتابه تكتبيش، مشروعه انا من وحريته حقي في الحلم اني اقول مشروعه. لها احلمي. بس ممكن وانتي بتحلمي وانتي بتكتبي بلاش نوعية التهكم والتنمر على الأغنياء بطريقة دي، ليه؟ لأن هم ممكن يكونوا بصي يا سوية، اللي انا شفته أنا ممكن أبقى تنمر، أنا وجاري، أنا ايوه وجارتي. بس اللي انا شفته تنمر هو التعليقات اللي اتكتبت عليها، يعني استقبالنا احنا لكلام البنت دي ايا ما كان، هو سخرية، هو مبالغة، هو حلم، هو حالة كتابة، ايا ما كان الناس تعاملت رد فعلها ازاي اقري، على انا ما البنت، عنديش رد فعل. قولي انت ايه اللي واستوقفك يعني في رد الفعل؟ يعني جابوا لها صورة عبلة كامل، ده انا بقول لك ردود الفعل اللطيفة، قالوا لها لا لا مش ممكن ابدا، ده حتى الاحلام لها حدود، يعني في ناس حاطة للاحلام حتى حدود على نفسها، ده دي التعليقات اللطيفة. في واحدة بقى طبيعية جدا اسمها أميرة بركة قالت انا ارتحت لمجرد ان قريت البوست، تنفيس يعني اعتبريه لك، اعتبريه طاقة إيجابية. منى المنسي قالت أنا كمان بحلم بس إيه ده أنا متجوزة أصلاً، اللي هو برضو سخرت من القصة بلطافة. وبعدين رشا عبد الرازق ده مش قالت لها تنمر، لا كل دي التعليقات انا اللي اللي انا ما شايفاه فيهاش قدامي، تنمر. انا انتي طلباتك دي يعني متوفرة مع الاغنياء، كلها طموحات واماني، اماني نفسها ماتت، اماني أماني نفسها نفسها ماتت ماتت. من القراءة، كلها تعجيز، طيب ما هو انتي كلها فشل، لا ما هو كلها شخصيات معقدة الى قدر كبير من التعقيد الشخصي وعدم اعتبار شخصيته. يعني اللي بيكتب بالطريقة التهكمية دي انا بشوف ان هو بني ادم مش شايف قيمة نفسه اكتر. فهو انت كنت تعليقك ان دل على شيء، دل على ان انت مش قاري ان انت ممكن تبقى شخص مهم في حياة حد او في مكانك وانت مش واخد بالك. كم ان انا شايف احلامي احلامي احلامي، انا هتكلم على التعليقات مش هتكلم على البوست، التعليقات انا ممكن اقول يا رب يديني ويديكي، الله يا ريت ايوه الواحد بالظبط، تتمني الخير وتفرحي بيه. تفتكري عايزين اخلص تعليم، عايزين لو انا مليانه اخس، لو انا ما بلعبش رياضه العب رياضه، لو انا عندي مشاريع اشتغل علشان كده ابقى انت شخص بصي بصي انت فكره ان انا مسكتي اقعد حاجة مهمة جدا الوم الناس اللي هي فكرة يا جماعة ممكن تقريب زاوية تانية، ان ده مش غنى وفقر، ده حياة وردية، حلم الناس بالحياة الوردية. هل ده ممكن؟ هل السوشيال ميديا عملت سقف توقعاتنا بحيث ان احنا بقى عندنا مبالغة من كتر ما احنا بنشوف حاجات ممكن ما تبقاش لا حقيقية انا على ما فكرة؟ بشوفش، ممكن تبقى حقيقيه. انا مع سهير، انا النهارده رحت نزلت صوره بتاعتي مثلا وانا بصيف في المالديفز، يا رب ما افرضي خديني انا معاك عشان طبعا، وعلى يخت بابا الله يرحمه كان جابه لي كمان خناه وراسه، على فكرة في او ناس تاجير لا لا على في حسب ناس في ناس بتصدق عند فئة معينة كده يصدقوا ان انت منتهى الرفاهية ومنتهى، يا ده مش ستي حقيقي هقول على لك فكرة. صوره من الصور بتاعتنا اللي بتنزل واحنا كل يوم بنلبس حاجه جديده وربنا يعني ايه، واحنا بنحاول ان احنا نبقى بريزنتبل عشان دي شغلتنا، دي برضو من ضمن الاجتهاد الشخصي بتاعت البني ادم. المهم فواحده تكتب مثلا تقول لك ايه، ما انت مش حاسه بالدنيا عشان انت عندك وعندك وبتلبسي كل يوم. واحده تانية تيجي تقول لك ايه، الله انا عاجبني قوي اللبس ده، لما تيجي تشحتيه ابقي فاهمه اللي هو التبكيل. وفي واحده تخش تقول لك والله قد ايه لبسك بسيط وبيليق عليكي والستايلات دي انا احب ان انا انزل اجيبها او شوبينج. التلات كومنتس موجوده، بس التلاته بيقولوا على شخصيات، مش عيب السوشيال ميديا، انا من حقي انزل صور، انا من حقي انا 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 هشيل وزر اللي انا بنزله من نفسي عليا، لكن مش من حقك انك تشتميني ومش من حقك انك تبكتيني طبعا هو ومش من حقك ده غير انك مشروع. تتريقي عليا لمجرد ان انت مش متشافه. لكن
الحلو طالما قررتي انك انت تعملي فولو للشخصيه اللي بتكتب انك تحترمي، يعني انت في الاخر خالص لما عملت فولو لاي ما يكون على السوشيال ميديا انت عملت له فولو عشان بتكرهه تبقى مريض، لكن عملت له فولو عشان بتحبه اللي بيحب حد بيحترمه. مش مطلوب ان انا ما اعرفش حد انك تشتمني، لانك لما تشتمني ههزقك، ولو انا هزقتك يبقى اكبر تهزيق ليك ايه؟ ان حد يعمل لك بلوك. انتوا شايفين ان موضوع البلوك حاجه سهله، لكن هو في حقيقه الامر اللي يتعمل له بلوك هو اتهزق. بدل يعني الفكره في ان احنا كفايه ان احنا نقعد نغل في بعض وكل الكومنتس ان دلت على شخصيات مريضه جدا. الفكره ما عندهاش اي شخصيات دي مش هنقدر برضو نوصمهم بقصه ما عندهاش اي نوع من الطموح. انا بصي انت ما تقدريش توصمي، انا ممكن اكون لا 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 بس انا اقدر. انا بشوف ان شخصيات الاولى بيها ان هي تحقق ذاتها، الاولى بيها ان هي تبقى اكثر طموحا، بس خلينا الاولى بيها خلينا ان هي نقول بس حاجه مفيده اولا تشتغل. ايوه بس خلينا نبقى واقعيين، يعني السوشيال ميديا مسؤوله عن حاله من التعاطف المنتشر او التنمر المنتشر، وبيشوفوا ان ده من حقه. لا انت ده من حقه عشان مستخبي يا سوسو. ايوه انت من ده من حقه لان هو مش باين. لا من حقك ان انت بينك وبين نفسك تشتغل ان انت ممكن تبقى زي الشخصية دي او تتمنى الخير للي انت بتشوفه ده، لكن مش من حقك ان انت تتنمر، ان انت ما تقول كلمة جارحة، ان انت تتكلم باسلوب مش محترم. كل الحاجات دي مش من حق الناس انها تجرح في الناس، مش من حق الناس انها ما تحترمش الناس. كل واحد ومع احترامي ويعني وتفهمي لفكرة ان كل حد كل احلامه مشروعة، بس الفاظك وتصرفاتك وردودك دي مش حاجة مشروعة، لانها بتمس ناس اخرين، بتجرح ناس اخرين. انت يبقى عندك واقعية، احنا كمستقبلين، احنا كلنا كمستقبلين السوشيال ميديا يبقى عندنا شيء من الواقعية وشيء كتير من الواقعية، بحيث ان اللي احنا بنشوفه ده مش هو الحياة الطبيعية، دي حياة افتراضية يا جماعة. سيبك من الحياة، ما تتفرجوا وانتوا ساكتين. يعني انا النهاردة ممكن بمنتهى البساطة ابقى بتفرج على حاجة، انا مقدرتي اني ما اكونش زيهم، بس انا مش مطلوب مني نشتمهم، يعني انا مش مطلوب ولا احبطهم ولا اقول لهم عمركم ما هتوصلوا للي انتوا فيه ده، او يا حظي كنت فين، يا لا كنت فين يا لما قلت ايه. عدي عدي، اتمنى الخير للاخر، ربنا يكرمهم ربنا يسعدهم، ان شاء الله انا هجتهد وهبقى زي فلان الفلاني.